سعدي ذنيبي، فيليسيتاسيون. اليوم فوز نتيجة وأداء أمام فريق قوي، فريق مولودية مراكش في ديربي اللي أوفوا بلا ديالو في كأس العرش. سي عزيز، التساؤل ماشي ديالي، ديال الجميع اللي تبع المباراة، كيفاش حفزتي هاد الوليدات سيرتو أنه دخلتي بالفريق الثاني، فريق فيه شبان وقدموا مباراة قوية ومباراة اللي استمتع بها الجمهور المراكشي. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنرحبوا بمراكش الرياضية. بالنسبة لي أنا كمدرب، هذا هو الرول ديالي، إلا ما شجعتش الدراري وحفزتهم ما كاينش، ماشي أنا ماشي مدرب. وبالنسبة لهاد الوليدات هادو هضرنا معاهم وقلنا لهم بأن راكم أنتوما مهمين، وتنتوما فرقه، وتنتوما عندكم مؤهلات اللي بينوا كاينين بزاف ديال اللاعبين اللي لعبوا ديجا في المولوديه. قلت لهم بالحرف، انتوما خصكم دابا توريو الناس ديال المولوديه تقول لهم راكم غلطتوا فينا. سي عزيز، اسمح لي نقول لك، انا جيت تجسست عليك شويه في قرب المستودع الملابس بين الشوطين، وسمعتك كيفاش الميساج اللي كنقولوا حنا قاصح، وكيفاش وجهتي واحد بالنبره حاده باش انه يقدموا هذاك الاداء سيرتو في الشوط الثاني. كيفاش كيعرف الجميع، انا دبلوم قلت انا بان الخدمه ديالي دائما لو سيريو اكثر شيء، لو سيريو لحقاش الا ما درتيش داك الشيء اللي بغيت ولا اللي كنبغي راه ما غتلعبش معايا. يعني خصك تطبق داك الشيء اللي كنقول لك وراه غتنجح، والحمد لله دخلوا الشباب وطبقوا داك الشيء اللي قلنا لهم، وحنا الحمد لله النتيجه كنا رابحين 1-0، دخلنا رابحين 3-0، والحمد لله كنشكرهم من هذا المنبر هذا، وكنشكر جميع الجماهير اللي حضرات وساندتنا، وتنتمناو باش يجيو يحضروا بكثره باش يساندونا في البطوله ان شاء الله. سي عزيز، الان الانظار ديال المراكشيين متجهه شويه للاتفاق المراكشي، سيرتو انه الان اصبح متصدر منذ الالتحاق ديالك بالفريق، الفريق رجع للمكانه ديالو الصدارة. كيفاش التوازي بين الكأس والبطولة، وحنا تنعرفوا أنه الأنصار تيطالبوا الاتفاق باش أنه يحقق الصعود هذه السنة؟ بالنسبة لنا حنا الأهم شيء، أول شيء ما نكذبش عليك، هو الصعود. بالنسبة للبطولة اليوم راكم شفتوا كنا لاعبين غير بالفريق الثاني، وكنا باغين غير باش نعطيهم فرصة باش يبرهنوا باش يبينوا على المؤهلات ديالهم. أما بالنسبة للكأس، حنا عندنا جاب الله الرباح دابا حنا غنمشيو فيه، ولكن أهم شيء عندنا هو البطولة. وكان كما قلت لك، كان بغيت الجمهور، كنطلب من الجمهور باش يجي يساندنا ويعاوننا باش إن شاء الله باش نحققوا المبتغى ديالنا هو الصعود. ورغم أن فاش جيت في الأول ما كانش عندنا، ولكن ملي كتشوف راسك في المراتب الاولى، يعني كيبدا يبان لك بان راه عندك بوادر، وعندك طموحات، وعندك هذا باش توصل. يعني احنا ان شاء الله غادي نخدموا عليها، وماتش بماتش حتى تاتى لنا الصعود ان شاء الله. مرحبا، ما تاتاش لنا، الحمد لله راه درنا المجهود ديالنا، والغالب الله سبحانه.